أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أهمية الدور الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز مكانة المملكة وموقعها الاقتصادي على الخارطة الإقليمية والعالمية، منوها حفظه الله بما اكتسبه القطاع الخاص في البحرين ومنذ أعوام طويلة من سمعة طيبة من خلال التبادل التجاري مع العديد من الدول بفضل الموقع الاستراتيجي للبحرين الذي شكل معبرا تجاريا هاما للتجارة العالمية، حيث أن البحرين مركزا للحضارة والتجارة والتعليم وأنها الميناء العام بين الشرق والغرب منذ القدم. وقد أكد جلالة الملك المفدى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أصبحت شريكا فاعلا وحيويا في مسيرة النهضة الشاملة بفضل إنجازات رجال الأعمال والتجار الذين ساهموا بكل إخلاص في تقدم الوطن وازدهاره. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، يتقدمهم السيد خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس مجلس الإدارة بمناسبة احتفال الغرفة بمرور 75 عاما على تأسيسها اليوبيل الماسي، حيث هنأ جلالته الجميع بهذه المناسبة وعلى ما حققته الغرفة من إنجازات متميزة عبر تاريخها العريق في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية باعتبارها أول غرفة تجارة منتخبة في منطقة الخليج العربي، مؤكدا جلالته دعمه للقطاع التجاري والاقتصادي ليواصل مسيرته الفاعلة في تحقيق المزيد من النجاحات والدور الريادي للاقتصاد البحريني الذي استطاع أن يحقق سمعة وثقة كبيرة في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والعالمية من خلال استقطاب مختلف الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والمؤسسات المالية والتجارية الرامية إلى تحقيق تطلعات بمستقبل أفضل للجميع. وأوضح جلالة الملك المفدى حرصه على تهيئة كل ما يسهم في تنمية الحركة التجارية وازدهارها، موضحا جلالة الملك المفدى أن شعب البحرين يعيش في وطن واحد يحتضن مختلف الأديان والمذاهب بانسجام ومحبة وبروح الأسرة البحرينية الواحدة، وإن البحرين ولله الحمد تسير على طريق التقدم والرقي والنهضة الشاملة، وإن جميع أبنائها يعملون بيد واحدة انطلاقا من ثقافتهم ووعيهم وسعيهم المستمر لخدمة وطنهم. وأعرب جلالة العاهل المفدى عن اعتزازه بهذه النخبة المتميزة من التجار ورجال الأعمال من أبناء البحرين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أدائه وإمكاناته والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة وساهموا في نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات لما لهم من خبرة كبيرة ولما لأهل البحرين من سمعة طيبة بين دول العالم ومصداقية في التعامل والريادة في المجال الاقتصادي والتجاري. معربا جلالته عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل التوفيق والسداد. من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبد الرحمن المؤيد أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى على استقبال جلالته لأعضاء غرفة التجارة وما وجده أعضاء الغرفة من جلالته من اهتمام ورعاية للقطاع التجاري والاقتصادي، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه الغرفة من صاحب الجلالة وحرص جلالته الدائم على تعزيز دورها وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في البحرين التي تنعم ولله الحمد بالأمن والأمان تحت قيادة جلالة الملك المفدى، مؤكدا على بذل كل الجهود التي من شأنها أن تمكن الغرفة من القيام بأدوارها الاقتصادية المتنوعة في دفع عملية التنمية والاستثمار إلى أفاق أوسع.